السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوفيد 19 كورونا فيروس، الصداع اللي جه مش عارف من فين، يعني جالنا الصداع كده مش عارف من فين، اسمه كورونا فيروس شارب الدنيا شارب حياتنا شارب كل حاجة، بس الحمد لله رب العالمين احنا راضين بكل اللي ربنا يعمله ويجيبه. طيب احنا انا النهاردة كده يعني الحلقة دي انا هشارك معكم فيها كده اللي هو التجربة الشخصية بتاعتي. انا كعصام بشتغل شيف، انا عملت ايه او انا اعمل ايه عشان خاطر اقدر اقدم الاكل بشكل امن وبشكل صحي. طبعا انتوا عارفين اول حاجه اتعملت ان هي البوفيهات اتمنعت كويس، واحنا خلاص اوريدي بعض الفنادق اوريدي خدت تصريح انها بتشتغل بنسبه 25% وغالبا على العيد وما بعد العيد ان شاء الله هنكمل، لان احنا خلاص كده ما عندناش غير ان احنا نتعايش مع هذا الفيروس لغايه ربنا يسهل يقولوا عليه كده وينتهي تماما يعني. طيب عشان تقدر تتعايش فحط شويه شروط واشتراطات معينه كده في كل المجالات، بس احنا هنتكلم في اللي خصنا اللي هو الاكل او المطبخ. الاكل او المطبخ احنا قال لك مفيش بوفيه عشان تجمعات، فطالما بتفكر بقى مفيش بوفيه يبقى لازم مفيش تجمعات، مفيش تلامس، مفيش نفس قريب، مفيش حاجات كتير مفيش. طيب البوفيه المصريين طبعا احنا دلوقتي هنشتغل ساحه داخليه لغايه ما يبقى فيه طيران والاجانب ترجع. سياحة داخلية بنسبة 25% في الفنادق، يعني انت كده مش هتقدر ان انت تشتغل عليهم في بوفيه. طيب وفي نفس الوقت انت مش عايز تزعل الناس دافعة فلوس وجاية عشان خاطر تتبسط. ف يعني هنحاول نمسك العصاية من النص، نتعب شوية بس في نفس الوقت نراضي الزبون على قد ما يقدر، لان هو ده اكل عيشنا دلوقتي وهو دي الحاجة اللي احنا يعني ما عندناش ليها حلول. طيب انا عملت برزنتيشن حلوه كده هتلاقوها في الفيديو برضو كده وانا بتكلم فيها لاكزامبل بسيط. طيب بالنسبه اول حاجه للفطار، الفطار انا يعني عملنا اربعه بريكفاست زي بتاع روم سيرفيس كده باكج، فطار مصري، فطار كونتيننتال، فطار امريكي، وفطار اللي هو السليم او اللي هو بتاع الرشاقه يعني. ده كده باكج بتعمل زي منيو، والمنيو ده بيبقى محطوط في تري. انا جبت صواني خشب حطيت عليها الباكج الاكل. طبعا انتوا عارفين الترابيزات دلوقتي هتشيل اربعه ناس يا اثنين ناس او خمسه بالكتير يعني، فبالتالي انت ممكن تعمل التري لاثنين للشخصين. خلاص جبت تري شيك كده خشب عملتها حتى في الهندسه ما اشتريتهاش، وبتبشيره حلوه كده صباح الخير يومكم سعيد شرفتونا نورتونا كتابه كده لفته الصبح ايه مع الاكل عشان خاطر الزبون الصبح بيفطر كده يبقى ايه حاسس كده ان الحاجه دي معموله مخصوص ليه، فبتعمل له حاجه اسمها بيرسوناليز يعني انت بتدي له هو كشخصه الكلام ده كله. طيب بنعمل المنيو بتاع الفطار، انا هعمل المنيو بتاع الفطار اربعه باكج ومعاه سايدز، يعني زي مثلا انا هعمل المنيو الاول والمنيو عامله مش صوره منيو عشان خاطر خد المنيو وهات المنيو، احنا مش عايزين نعمل ده، مش عايزين نلمس الاكل بايدينا. ففكرت الفكره كده ان انا حولت الموضوع لكالر كود او كود كالر. يعني ايه كود كالر؟ يعني انا عملت اربع باكج للفطار، المصري الامريكاني الكونتيننتال واللي هو الهيلسي او اللي هو السليم، وحطيت كل فطار من دول بلون، يعني مثلا فطار اللي هو المصري باللون الاحمر، طيب الفطار مش عارف اللي هو الامريكاني الاصفر، الفطار اللي هو الهيلسي اخضر، الفطار اللي هو مثلا كونتيننتال ازرق. طيب ليه عملت انا كده؟ ده على الترابيزه فكره، يعني عملتها على الترابيزه حطيت جبت اللي هو الشيش بتاع السكوير بتاع الخشب اللي هو بتاع الجزار شيش، وفي زي كده ستيك نوت صغير كده بتبقى ملونه الاصفر والاحمر والاخضر بتبقى بتحطها على المكتب تكتب فيها، وكل واحده من دي بتبقى عليها زي السلوتيب او الاستيك لزقتها على الستيك وكتبت فيها مثلا الاحمر ده الفطار المصري او الايجيبشن بريكفاست، الاصفر اللي هو الامريكان بريكفاست كويس، وجمعت الكلام ده كله وحطيته على الترابيزه. الزبون بيجي يقعد ما يمسكش مني بقى ولا يقرا ولا كده ولا عندها الويتر يتكلم معاه، هو عايز يفطر ايه بيشوف النوتس دي محطوطه بيمسكها ويرفع العلم كده يشاور بيه من بعيد، شفت اللون اصفر احمر ازرق اخضر انت بتعرف الفطار اللي الزبون ده طالبه ايه، وده عشان خاطر ان انت على قد ما تقدر تمنع يبقى فيه احتكاك وتواصل مع التيم بتاعنا، عشان لا ده يدي ده ولا ده يدي ده ولا حد يتضايق يعني. دي كانت فكره كده بسيطه ويعني عشان خاطر وتكلفتها زيرو، لان الحاجات دي وان واي يعني بعد الاستخدام بتترمي، دي ورقه وواحده سبيكس يعني الزيرو بتاعها الكوست بتاعها بسيط يعني ولا اي حاجه ولا يذكر. طيب افرض انا زبون مصري
كويس كده، عايز فطار فول وطعميه مصري، اوكي حاضر يقول انت بركب، بس انا عايز كروسان ودانش صايد، اوكي ياخد معاها كروسان ودانش. لا انا زول مصري بس عايز واحد توفر، حاضر موجود خلاص. انا هاكل مثلا عايز هيلسي، يعني عايز المنيو اللي هو فيه الجريب فروت او فيه البيض البوشيه او فيه اللي هو الدايت جام خلاص، بس انا عايز معاهم مثلا بوليت فول، الفول موجود. فعملنا الاربعه فيكسد باكج منيو للبريكفاست زائد السايد اللي هي الزبون يقدر يختار من السايد دي معاها كويس. بس ده بالنسبه للفطار دي عشان خاطر تبعد خالص من حته البوفيه ان شاء الله. الفطار ايه بقى مع الفطار تاني مهم جدا، اتموسفير يا اخوانا واروما. يعني ايه اتموسفير اروما؟ يعني انا كزبون راح افطر مش عايز اخش كده في مطعم اشباح ولا ميتين، انا عايز احس بالاكشن. فما فيش اي مشكله ان انا اعمل كل الاكشن بتاعتي في الفطار اللي بعملها، يعني اومليت ستيشن تبقى في المطعم عادي جدا كويس، بس الولد الشيف الواقف لابس الكمامه والجلافز ومعقد نفسه تمام، واللي بيتعامل معاه الويتر نفسه زميله اللي هو بنفس التعقيم كويس، هو اللي بياخد الاوردر بيديه للزبون، بس الزبون قاعد على الترابيزه شايف الولد بيعمل البيض وقدامه. اعمل البيكري اطلع الفرن الخباز مثلا لو انا اقدر، واعمل الدانش والكروسان فريش يطلع ريحته في المطعم. لو مكنه القهوه تطلع بره في المطعم في الفطار يبقى تحفه. المكنه بتاعت الوافلز تبقى ستيشن، البانكيك يبقى ستيشن، الحاجات دي كلها بتدي انطباع من الريحه ومن الاكشن. يبقى الزوم برده يخش المطعم، ما ليش المطعم هو كده في الفطار في فطار الصبح، الهو ده حلو في العشاء بالليل لو في رومانتك، لو في يعني حاجه كده، لكن الفطار عايز اكشن بس. يا سلام لو في ستيشن عصير كده والولد بياخد منه لايف، يعني بيعصر عصير وبيدي للناس الفطار بتاعها المنيت كده الصبح، يبقى حاجه واو. لو قدرنا نهتم ونوفر الاكسبيرينس بتاعتنا دي للزبون هتفرق كتير قوي 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 قوي. انا مديكم شويه صور كده في البرزنتيشن اللي عاملها عشان خاطر برضو يعني تتخيلوا ما الفكره عامله ازاي بالنسبه للفطار للفنادق. احنا عايزين الزبون يروح ويرجع ويتكلم ويقول لك انا اكلت اتبسطت، الناس دي عامله كذا، الناس دي عامله كذا. فانا بحب ان انا تشير، انا بشارك معاكم اللي انا بعمله او اللي انا ان شاء الله هعمله في مكاني اللي انا بشتغل فيه، لان انا حاطط نفسي مكانكم، انا زي زيكم بشتغل في نفس المجال وانا شيف برضو. فلازم الواحد يبقى ايه افكار على طول يعني شغاله عشان خاطر الدنيا تمشي. طيب ايه تاني؟ الدينر بقى، العشاء. طيب العشاء لازم يبقى فيه تنوع. طب انا دلوقتي لو زبون قلت له هعمل لك ست منيو، طب انت حكمتني بالست منيو، انا مش عايز اكل الست منيو ده، انت فرضته عليا، هديك تشويس في المين كورس، طب وهتعرفه امتى؟ طيب هنعمل فكره حلوه، انا هاجي مثلا انا كاتب المنيو هتلاقوه برده في البرزنتيشن، انا رحت عامل منيو حطيت فيه حوالي 7 مين كورس، يعني سالمون كويس كده مع صفرون كريم ومجد بطيطه، بان فرايد بيف تندرلاين مع رز بطيطه، تشيكن كوردون بلوز باكيتي طماطم او كريمه، بيف ترياكي. بص الكوزين مختلفه، انترناشونال جايبه من الكوزين بتاع الاسيوي ترياكي، وديته سفود جراتان ميديترينيان، خدت رحت مديله فيد باكاتا ايطالي، رحت نزلت بيه انديان لام بالكاري. فانت ايه خدته ايه يعني، خدت الكورس بتاعك من كل لون يا بطيستك كده، يعني انت جبت كده سيلكشن من كل المطابخ اللي موجوده كويس. طيب الابيتايزر تشيكن سيزر سلط، ميكس جرين سلط، الروكا مع الحلومه تشيز، السيفود مع الافوكاتو، الكينوا مع المشروب سلط، الارابيك مزه. لا دايما لازم يبقى عندك الارابيك مزه، ده اوبشن في كل وقت، مع العيش البلدي الفريش اللي الست بتعمله في المطعم، شوربه، الكراب بيسك سيفود فرنساوي، المروكو الحريره اهو مغربي، التشيكن كريم مشروم كابتشينو، التوميتو لينتل سوب شوربه، الفيل ارزو مصري شوربه الصرصور باللحمه البتلو، وهكذا تمام. تيجي عندي برده تعمل منيو حلو للكيدز، داود باشا بقى والفرايد فيش والروست ربع فرخه روست كده والتشيكن ناجتس والميني بيتزا تمام، مع الصيدات بقى رز ابيض ولا خضار بالبسله ولا خضار بالجزر ولا سلطه بطاطس ولا شط ملوخيه عشان الاطفال. الحلو انا يعني انت ممكن تعمل نفس الفكره في الحلو، تعمل مثلا 6-7 ايتم خلاص بنختار منهم، وفي نفس الوقت انا عامل ان انا عندي جورمية، يعني انا عندي ثلاجه بتعرض الحلويات خلاص. الحلويات دي بدل ما ترجع لي ثاني يوم وارميها وتبقى بالنسبه لي ويست، لا انا قلت يا اخوانا الحلو بالنسبه ليكم بعد ما تخلصوا حلو تطلعوا بره، الجورمية عندي في ثلاجه في كل الحلويات موجوده اللي معموله كل الانواع بقى، الريد فيلفت البراونيز التشيز التراميسو كل ده محطوط في الثلاجه لان انا ببيع. لكن ليكم انتوا، انت كده كده ليك دينر، فهتاخد وان بيس من الكلام ده تيك اواي وتاكله بقى في الاوضه،
تطلع بيه في حتى تاكل كده وان وي وترميه، مفيش بقى اي كفرات ولا الكلام ده كله. تمام؟ طيب الست مينيو بقى كتير ده هنعمله ازاي؟ ده هيبقى هيدك؟ لا مش هيدك ولا حاجه. فكر كويس، لازم يبقى في تعاون ما بين الفرونت اوفيس وبين الفود اند بافرج وبين الكيتشن وبين الفندق كله او بين التيم كله عشان خاطر يقدروا يقدموا سيرفيس مختلفه وكويسه. اعمل انا ايه؟ حلو، انا بقى حضرتك باخد الكلام ده كله وبعمله مينيو كويس، بطبعه في مطبعه زي الدفتر كده، والورق ده اكنه دفتر مش مكلف، ورق مطبوع فيه الاوبشنز وسيب زي مربعات كده زي الدور نوب. لو انتوا عارفين الدور نوب، لو واحد عايز يفطر بدري فبيسيب الورق عليها على الباب من بره. انا بعمل نفس فكره الدور نوب بس في الدينر، نفس الفكره بالظبط، احط فيها كل الاوبشنز، فبالتالي الزبون بيختار من 7 مين كورس وبيختار من 7 شوربه و7 سلطه. بيعلم واقول له والله ماكسيمم ان الورقه دي متعلقه 4 العصر، قول 10 الساعه 7 مثلا. فانا لما الم الكلام ده 4 العصر وابلغ بيه المطبخ، فبالتالي خلاص كده انا عندي 100 زبون. خلي بالك ال 100 دول فيهم 20 هياخدوا فراخ، وفيهم مش عارف 30 هياخدوا لحمه، وفيهم ايه هياخدوا ايه من التشويز دي كلها. يبقى انا عملت سويت حاجتي وجهزت بيها برقم الغرفه بالتايمنج، هيتعشى الساعه كام وهياكل ايه. خلاص يبقى انا كده عودت الزبون على الستايل بتاعي وهو بدا يتفاهم. الورق ده زي الدور نوب بالظبط، بيتوزع عليه في الريسبشن، بياخدوا المعلومه في الريسبشن، بنسيب له الورقه بيعلم عليها. بعد ما بيعلم عليها خلاص كده احنا عرفنا رقم الغرفه رقم كام، فيها كام زبون، هياكلوا الساعه كام، وهياكلوا ايه قبل ما يجي ميعاد العشاء. يبقى انا كده جاهز ومستني الزبون بتاعي بالست منيو اللي هو اختاره بنفسه، انا ما فرضتوش عليه. تمام؟ وصلنا طيبين، ويا رب يكون المعلومه وصلت. شكرا لكم والى اللقاء. زي ما انتم شايفين كده هبقى اعرض عليكم انا ده اكزامبل تقريبا للفطار، الصينيه اللي قلت لكم عليها اللي هي الخشب، ممكن تبقى عليها بقى صباح الخير كده، ده صينيه الفول. الامريكان بريكفاست بقى والبطاطس ممكن تعملها زي ما انت عايز، روست بوتيتو، خد بالك الهيلسي فود اللي هو السليم كويس. الفول بقى لو فول سايد مع نفسه بالعيش والحاجه بتاعته، لو هاخدها مع الحاجه ممكن الاومليت بقى مع البيف بيكون والمشروم والبطاطس والطماطم الجريل مع الجبن، عندك الجبنه وعندك الكولد كاتس برضو ده يبقى سايد مع الفطار. خلاص باسكت الدانش والكرسان طبعا ده يعني الحاجات دي كلها بتبقى مهمه احيانا في الفطار المصريين. الفاكهه السلايز دي خليها مع كل مع كل الباكج بصراحه تبقى افضل يعني. سيريال طبعا مع اللبن والمكسرات برضو، وده منيو سامبل منيو.